مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نحييكم ونجدد اللقاء بكم مرة ثانية بشوط 21 خاص البكار الصعوب مسافة 1500 متر. المقدمة والصدارة العفريت ومبارك بن راشد الكعبي من الكبيسي من يقدم العفريت، مبارك بن راشد الكبيسي وتاني الأسماء وصلت الغزيل وفرج بن ناصر آل حفيظ المري، ولكن هنالك ثالث الأسماء وصلت ارتياد لجابر بن علي بن جرحب المري. يلا أبو علي، اسم قوي واسم كبير، والترابع الأسماء وصلت هنالك الشاهينية وسعيد بن علي الحفار المري، ولكن نرجع ونلحق المقدمة والصدارة هنالك. الله الله، العفريت العفريت ومبارك بن راشد الكبيسي، ولكن وصلت لتكون حاضرة ارتياد هنا بالفعل، وجابر بن علي بن جرحب المري وثالث الأسماء، شعارات كبيرة ومميزة تحمل لنا قوة التحدي 500 متر. الله، ارتياد ارتياد بالفعل، وجابر يلا يا جابر بن علي بن جرحب الاسم الكبير والاسم العملاق، ولكن هنالك العفريت والمحاولة الأخيرة من العفريت، ولكن بن جرحب ارتياد بالفعل، وجابر بن علي بن جرحب المري. الله، الأمتار الأخيرة، العفريت، ومبارك بن راشد الكباسي الكباسي، يا رب الله يا الكباسي، سلام يا الكباسي، سلام سلام يا العفريت، ومبارك بن راشد الكباسي. والمركز الثاني كان من نصيب ارتياج لسيد جابر بن علي بن جرحب، المركز الثالث كان من نصيب مناعة وفيصل بن صالح بن عقيل. توقيت زمني ساعة وصول العفريت لخط النهاية قطعت مسافة 1500 متر في دقيقتين و 12 و 76 جزء. تهانينا لمالكي العفريت، مبارك بن راشد الكبيسي.